عرب هذا طال عمرك جاكر له ناس في الطريق حلو ويوم من التعدي أشر له زين أنت مجنون ايه اللي فيك ما يخطيك الممسب والسب جارح جاكروا له نوقفوه والله يوم وقفوه طال عمرك ورياهم خمسة في السيارة المهم أنه وقفوه اللي معه حصى واللي معه عصا واللي معه يد عفريته قالوا له ليش تكلم على كلام بيجلدونه أبي يلعنون خيره قال يا جماعة خير صلوا على النبي قال والله أنك منضرب منضرب قال طيب دقيقة ما دام إني منضرب أنا ما أبغى أضربكم كلكم أبو أبا يا خير واحد فيكم يطلع لي إيه يطلع لي قدام هنا في الميدان وأنتوا خلكم هنا حلو شاهدوا القصة قالوا واحد يجي طعمك هالعري من وسطهم قال هاي أنا وش تبي قال هذا خيرك قال أنا خيرهم إذا قدموني ربع قالوا تقدم ويوم تقدم طعمه قال أنت خيرهم قال نعم قال هذا خيركم قالوا نعم قال أجرني بوجهك قال والله ما حد يعترضه ولا حد يكلمه والله عجبني والله تصرف الرجال أخذ أول مخرج مرة تصرف خمسة بيقتلونه خلاص هذا أحسن شيء مرة.